دي ساقية رومانية وأقدم ساقية يعتبر في التاريخ. دي الساقية الرومانية، هي دي مبنية بالطوب الأحمر، تمام. وهذه الساقية الرومانية هي موجودة قدام حضراتكم. دي أقدم ساقية، وده كانت في العصر الروماني. وهذه البير بتاعها اهوت، عشان كده قلنا مش أي بير يتقال عليه معرفش ايه. طبعا بقايا بناءات معابد او المنطقه المحيطه بالساقيه، تمام. ديت ساقيه في العصر الروماني، كانت اقدم ساقيه في التاريخ، وده اللي كان العمود او الخشب اللي كان بيتحط عشان يدوروا بيه الساقيه. هذه الساقيه ديت، هذه البير بتاعها واضح قدام حضراتكم. ده ساقية من العصر الروماني، أقدم ساقية في التاريخ. ده طبعا استخدموها في ري الأراضي والكلام ده، في بعض ده بالطوب الأحمر. عشان كده قلنا البناءات اللي هي مش أي بناءات تظهر معاك تقول عليها دفن، مع إنها هي في منطقة الدفن، هي في منطقة دفن، بس للأسف مش أي بناءات. طبعا في بواقي طوب اللبن تحت اهوت. عشان كده لما بنتكلم في الموضوع ده قلنا مش كل البنات تلاقيها معناها ان في دفن هنا. ده اقدم ساقيه ضيف العصر الروماني. في العصر الروماني دي في منطقه طول الجبل من قطعه 15 في المنيا لعباده الاله تحوت او توت او بحوتي. ده ساقية رومانية طبعا. في العصور استخدامهم، جت العصور الحديثة اللي هي بعد مصر القديم، واستخدمت بعض المناطق برضه في عمل بعض الأشياء، سواء المباني أو الدفن أو الكلام ده، زي سراديب الطور المقدسة والكلام ده كله برضه استخدم في الحقب الزمنية اللي بعد مصر القديم. وده طبعا المنطقة طول الجبل، ودي بناءات، وديت معابد، بقايا بقى معابد والممشى اللي احنا جايين منه. ده أقدم ساقية في التاريخ موجودة قدامكم في العصر الروماني.